مشاهدي قناة باستارز، أسعد الله أوقاتكم أينما كنتم. تأسفت نجمة السوشيال ميديا نوميديا للزول عن الأحداث المؤسفة التي جرت في ملعب مدينة قسنطينة في مباراة شباب قسنطينة ضد اتحاد الجزائر. نوميديا دعت إلى وجوب تغيير عقلية تشجيع، وقد تعثرت بتعليق مستفز من متابع أجنبي. السلام عليكم، بغيكم واحد لا فيديو برك. علاش هاد العصبية كاع؟ علاش؟ واش يلحقكم لهاد البوان؟ لهاد البوان تحت وين تروحوا تضربوا؟ وين تروحوا تكسروا كلش؟ واش الحاجة اللي ألفو بوس لهاد الشيء؟ هادو فريقين من ولاد بلاد، هادو ولاد بلادي كونتر ولاد بلادي. ما على باليش واش من ولاية ولا حتى واش من فريق، لأن كل واحد يمثل نفسه. هادو مناصرين راحوا باش يشوفوا لي ماتش، كل واحد يروح يشجع الفريق تاعو، ولكن حنا المناصرين هنا في هاد لا فيديو ناضوا كسروا كاع الملعب وضربوا بيناتهم وما قدروا لهمش، ما قدروش باسكو لا فول اون با لا كونترولي. خاوتي وعلاه علاه اش لحقوا روحكم لهاد البوان خاوتي؟ بوكو فو فيت سا؟ Il faut avoir du fair play. في البلدان المتطورة ما تلقاش كاع هادشي، تلقى تلقى هادوك لي كابين في اي بي لتحت سي كلاس، ومن بعد كل واحد سي فغي كيتعصب باسكو الفريق تاعو مرباش، بصح من بعد سان جو. هنا راكم تلحقوا روحكم للموت، تلحقوا روحكم دي تخوك سيريو لا بريزون، تلحقوا روحكم تقتلوا واحد، تقتلوا نفس، تلحقوا روحكم غير كيما بدا داك الطفل الصغير، الولد الصغير هذاك في السطاد ضربوه بحجره، شحال هو كوما؟ وين في السطاد؟ لا للعنف في الملاعب خاوتي، خلاص انا في 2024 لا للعنف في الملاعب. شتو لي كومونتير تاع الناس اللي ما يحبوناش؟ اسكو شتو لي كومونتير تاع الناس اللي ما يحبوناش؟ شوف ال شوف ال شوف الكومونتير اي سي با نالجيري، قالوا نو سوسي نو سولا، قالوا او فينال لوغ بلو غران انمي سي او ميم، قالوا دالي تباها ودالي زوخو علينا حنا لي زالجيريان تحبو كدا ودير كاز وكدا، قالوا او فينال قالوا لوغ غران انمي سي او ميم، قالوا العادية هما عاديين بعضاهم ما يسحقوش عدو. سي انا كسرتو لنا خاطرنا، تبهديله تلحقوا روحكم للهلاك وتلحقونا يولوا ما يديرولناش كاع لي ماتش، تكمل هكا يغلقوا علينا لي ماتش، وعندهم الحق الا غلقوا علينا لي ماتش. ريكاردي واش راه يصرا سيد ام تي مات مات بحجره الله يرحمه، تلحقوا روحكم للهلاك هذا وتبهديله والناس تهضر علينا. الله يهديكم خاوتي، لا غير الله يهديكم، شوف روحك مع الصبقاع هكاك ما تروحش للستاد، ما تدي روحك للهلاك، ما يصرى قاعد صوالح، ما تلقى روحك في حالة، ما تلقى روحك قاتل نفس ولا مقتول ولا جارح واحد ولا مكسر حاجة ديالك، كسر حاجة تاعك انت تكسرها، كل حاجة تاعك هذه هاد البلاد كل حاجة فيها تاعك، لا وسختها وكسرت روحك، لا كسرتها كسرت روحك، لا ذليتها ذليت روحك، لا خنتها خنت روحك. هذه الأم، هذه البلاد خاوتي، هذه البلاد، هذه شجرة تاعنا هاكا ما نديروهاش، أي ما نديروهالهاش، هذه كل ما نضم نقولوا الحمد لله يا ربي، الحمد لله على البلاد، الحمد لله على أنها في أون سيكوريتي، الحمد لله يا ربي رانا في ما تاع هادو تاع ستاد هذا تاع الماتش هذا، والله ماكو حامدين ربي، والله ماكو حامدين ربي، أنا أون سيكوريتي، رانا في أمان ربي. انا اون سيكوريتي، رانا في امان. شوفوا الناس الاراضي المحتله هم يقتلوهم، هم يقتلوا لهم ولادهم في فلسطين، هم ينحوا لهم ريسانهم هكذاك ومازالهم هكذاك ومازالهم هكذا شاهدين في ارضهم وشاهدين في الاخر تاعهم وفي فلسطين. حنا نتاكلوا بيناتنا، نتقاتلوا بيناتنا، نتضربوا بيناتنا، عيب عيب عيب. كيما كي تضرب زعما تضرب انت وخوك ويسمعوا الجيران، ولا تضرب انت وليد عمك ويشوفوا الناس، شو الحاجه تاعك تضرب مع روحك؟ نبانو لهم هابل على بالك، انا نبانو لهم هابل. لا لي العنف في الملاعب يا خوتي يا العزاز، انا نبانو هابل. الله يهديكم، والله غير الله.
بيس برودكت وفرت لكم منتوج راه داير حالا في السوق والتعليقات راه شاهده على ذلك. لوفينا الغنية عن التعريف، الكثير من النساء يعانون من مشاكل وتقصف الشعر والشعر الجاف وضعف نمو الشعر وكذلك القشرة. لوفينا اللي فيها 4 قطع، فيها شامبوان وبلسم وماسك وسائل، وهي غنية بفيتامين بي 5 وبي او، واللي راها بسعر جد معقول مقارنة بجودة المنتج. لطلب ما عليكم الا تتواصلوا مع صفحة بيس برودكت في الانستغرام، والرابط راح تلقوه في صندوق الوصف. لعرض اعلاناتكم على باخة باستارز، تواصلوا معنا عبر البريد الالكتروني وتطبيق الانستغرام، وتشجيعا لنا اضغطوا على زر الاعجاب واشتركوا في باستارز على مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، تيك توك، انستغرام.